خلينا نبدأ كده وبرضو نروح لموضوع أعتقد في غاية الأهمية، وفكرة هنا يا كريم برضو فصل الانتباه، لأن ده بصراحة شيء طبعا مش لطيف أبدا. يعني أنا هستخدم لفظ مش لطيف علشان إحنا يعني إيه بنسى بنبدأ اليوم، لكن بجد حاجة مش كويسة. فكرة هنا أنت لازم تفصل الانتباه وأنت بتشجع منتخب مصر، ده أمر أعتقد في غاية الأهمية. يعني أنا يا كريم إيه أهاجم لاعب عشان ضيع فرصة أو جاب هدف مثلا في نفسه، ودي بتحصل على فكرة وما نبررهاش بس بتحصل. ولما نيجي تتكلم بقى عن هنا تحديدا ماتش مصر وتونس طبعا اللي حصل، يعني طبعا اوكي تمام حاجه مش حلوه، لكن في نفس الموضوع انت ما ينجيش، ما ينفعش يجي تقول اصل هو بينتمي لنادي معين. أصل الموضوع كده تحول فعلا يعني حاجه غريبه جدا، احنا مش عايزين ده يبقى عندنا، مش عايزين نشوف المشاهد دي، بجد حاجه مش حلوه ومش ده اللي احنا متعودين عليه. يعني انا ما اعرفش زمان لما كنا بنتكلم في منتخبات مصر ما كانش حد بيبص انت من انهي يعني توجه او انهي نادي او محسوب على ايه. فنتمنى فعلا الفكر ده يتغير لان ده مهم جدا. برده هروح انا مش هتكلم برده في شكل سلبي، بس الشق الايجابي الجميل شفنا قد ايه كان في جماهير محترمه، شفنا قد ايه كان في اعمار مختلفه، لكن طبعا الحزن في الاخر يعني امر طبيعي ان انت لما تبقى الرابع دي حاجه يعني كنا نستحق احسن. عارف لما انت تبقى عارف انك تستحق احسن يا كريم فهو ده اللي بيحزن. ايه دي المشكله اصلا؟ دي المشكله، وده اللي كنت بقول لك من اول، فاكره من اول ماتشين بتوع ليبيا لو تفتكري كنت انت بتقولي عليا ان انا ايه، ما معناه ان انت متشائم. قلت لك انا كان عندي امل كبير، مش شايف حاجه يعني مش شايف حاجه، كلنا شفنا اداء يعني عجيب، شفنا تمركز اعجب، شفنا نتيجه لا تتسق ولا تتفق بالمره مع فكره ان ده منتخب مصر الوطني، منتخب مصر اللي اسمه تقيل واللي تاريخه تقيل واللي بيضم عناصر محترمه جدا ما بين خبراته وما بين زي ما انت كنت بتقولي طبعا في العنصر بتاع العناصر الجديده اللي طعم بيها الفريق، واكيد ده مكسب مش هنختلف، لكن في المقابل شفتي منهم او من غيرهم ايه؟ هل اللي انت شفتيه ده يتفق مع فكره ان ده منتخب مصر؟ دي بطوله اللي البعض من الناس بيقول لك ايه، دي مرحله تجارب، تجارب في بطوله يعني. بص هي تعتبر بطوله بس وديه، يعني ما هي يعني مهما كان هو اخذ فرص حلوه جدا ان هو لعب كذا ماتش دلوقتي قبل افريقيا وكذا ماتش قوي. نتمنى بقى اللي جاي خلاص مش هيبقى فيه اعذار، اللي جاي ما فيهوش اعذار يا كريم. سؤال، انت شايفه ان اللي حصل ده طول الفتره اللي فاتت، مش هكلمك عن مباريات بعينها، بس هل المنتخب اللي انت شايفاه طول الفتره اللي فاتت هتبقي مطمنه وانت قاعده بتتابعيه في افريقيا ولا في تصفيات كاس العالم؟ انا كاطمئنان اكيد لا، ما اعتقدش يعني الا ممكن نبقى ناس قليله جدا المطمنه، لكن احنا اكيد قلقانين، اكيد يعني متخوفين جدا من الفتره اللي جايه، وعايزين نفهم وعايزين نشوف القايمه وعايزين وعايزين وعايزين، بس هنعمل ايه يعني الوضع كما هو. عايز اقول لك امبارح انا بتابع الاراء، في ناس دلوقتي بتطارب برحيل كيراش والاتيان بحسام حسن، فيعني ده ابتدى يتداول. غلط صح مش قصتنا، احنا مش بنحلل ولا بنقول ارائنا دلوقتي، بس بقول لحضراتكم ده اللي حاصل. صدقي وتامني بالله الله. انا لو مسكت المنتخب اسبوعين ممكن تلاقي مني شغل اكتر من اللي انت شفتيه الفتره اللي فاتت. تخيلي بقى وصلت لدرجه كريم ده. والله بكلمك بامانه، انت شفتي ما يرضيكي؟ ما شفناش ما يرضينا.